الشيخ منصور من أبو المطامير، خبير في تأليم أشجار الخوخ والفاكهة عموما. اتفضل يا شيخ. دي طبعا حضرتك شجرة خوخ في الوريدة، أول سنة مزروعة السنة اللي فاتت. تمام. بنت سنة، عمر سنة دي. احنا الشجرة دي بنربيها بتظهر معانا في الآخر عبارة عن شكل إيه؟ شكل كاس كده. في الآخر. أنا لازم نشيل ده كده. السكينة اللي معايا. وتقبل ايه؟ القطيه بتاعتي مظبوطه. ده قلبها بقى. ده قلب الشجره دي. ماشي. دي انا من ايه؟ الدوابر دي انا بنشيلها عشان انا بربي الشجره دلوقتي. القائد بتاعي ده ما يبقاش ايه؟ لما نشيل الدابر ده عشان القائد بتاعي انا بربي شجره. عشان بعد كده القائد ما يمشيش بمستوى الايه؟ ده اسمه القائد. ده القائد، ده هيبقى القائد بتاعي. تمام. بتاع الشجره. انا بنشيل الدوابر دي او الطرحات دي ماشي عشان الشجره كلها جيت في جديد. تمام. ما يمشيش الايه؟ ما يمشيش الطراح يبقى ايه؟ يبقى زيه زي القائد. تمام. ما يبقاش مثلا في السمك او في التخانه تخنه. لا، انا عاوز الاول الرب شجره وبعد كده النموات الجانبيه ديت ها بعد كده هي هتبقى الايه؟ هي هتبقى الطرحات ان شاء الله. ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله بامر الله. ده انا ايه؟ انا اهو تمام. منظرها كده يا شيخ. دي كده عباره عن ايه؟ عن شكل كاس. شكل كاس. شكل كاس كده. مفتوحه من النص. مفتوحه من النص وفيها كم قائد؟ ادا 1 2 3 4 5. وده انا سايبه الطراح ده سايبه عشان ايه؟ يسد الجنب بتاعي ده. تمام. الجنب ده يسد ودي عشان تبقى ايه؟ على شكل كاس وبدائل ليا في نفس الوقت في الايه؟ في السنه الجايه يعني ان شاء الله. طب ان شاء الله ده هيبقى ايه ارتفاع قد ايه في المستقبل؟ يعني ده ان شاء الله يبقى ايه؟ لغايه 270 سم. 270 سم. 270 سم. بعد 270 سم بنحبسه. من عيوب التعليم في العمر ده ان انا نحبس ده. يعني مثلا ايه؟ نحبسه على اي حاجه كده. الا اذا كان قافل اللي جوه معايا قافل على جوه يعني قافل على جوه لا بنضربه على حاجه طالعه لبره. تمام. ده المنظر بتاع التعليم. ده منظر بتاع التعليم اللي هو الايه؟ الشجر النشاوي اللي هي عمر سنه. النشاوي اللي عمر سنه. ده اسمها التربيه الكاسيه؟ التربيه الكاسيه. التربيه الكاسيه. شكرا. ده كده عملنا كده شجره كمثال على ايد الشيخ منصور.